لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين. بجد كنت 19 سنة أو حاجة، أنا مش فاهم أنا بحب ربنا ليه. أنا بحبه عشان لو قلت لأ يبقى أنا عندي مشكلة جامدة. والصلاة والسلام على بتزعل إيه في الصلاة والسلام على رسول الله؟ وهي دي على فكرة اللي فصلت الكنيسة عن الدولة هنا في الغرب. متدينين عملوا أفعال خاطئة سيئة باسم الدين، ودي من خطة الشيطان إنه ينسب كل شيء غير أخلاقي أو غير منطقي أو غير واقعي أو غير رحيم إلى دين ربنا. عالم بيدعو الإنسان إلى النسيان، بيقول الإنسان انسى، ما تذكرش، ما تفكرش في الأسئلة الكبيرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. من أول المرات الواحد يعيش معنى الدعاء ده بجد. ثورة على النفس مع معز مسعود، كل يوم في رمضان على نجوم FM. نجوم FM، رمضان النجوم.